هذا قبر المرحوم الشهيد شارف أفغول مصطفى أحد الأبطال الرياضيين الذين أعطوا زهرة شبابهم لتعيش الجزائر في ظل الحرية والاستقلال. ولد الشهيد شارف أفغول مصطفى سنة 28/900 بقرية الحجاجرة، وقد نشأ في بيت محافظ ومحترم، وعرف منذ نعومة أظافره بمواقفه النضالية. شارف مصطفى شهيد ما يفوش يعني فرصة لنتكلم عليه يعني كمثال يعني للشباب نتاعنا، سواء يعني في ميدان الرياضة ولا في ميدان مثلا يعني الوطنية، بحيث الشهيد هذا اللي زايد يعني في وسط جو نتاع وطنيين، الدشرة نتاع الحجارية كانت توجد يعني تقريبا أكثر من زوج خلايا نتاع حزب الشعب الجزائري وحركة لنصر الحرية الديمقراطية، والعائلة نتاع شارف نفسها فهمتني كانوا مناضلين يعني وإطارات نتاع الحركة. وطبعا مثلا يعني شارف مثلا يعني في بعض الأحيان كان يشوف يعني جميع يعني سلسلة نتاع الاجتماعات اللي كانت تندار مثلا يعني طول السنة، والمركز نتاعهم يعني كان مرارا زاره يعني سي عثمان محمد فرطاس يعني اثناء الثوره وقبل الثوره فهمتني، العربي بن مهيدي بطاط بوصوف، يعني كل الاطارات اللي كانوا يتمركزوا فهمتني في الناحيه نتاعنا سنه الخمسينات 51 52 53 كانوا يعني يعقدوا اجتماعات يعني في دار الشرف يعني تما. مارس الشهيد رياضات سباق الدراجات، وهذا بفعل تأثير الوسط الاجتماعي الذي عاش فيه، حيث كانت هذه الرياضة النوع المفضل لدى غلاة المعمرين. وارتأى شارف أفغول مصطفى على طريقة زميله الشهيد حميد أبو غالم ممارسة سباق الدراجات لتحدي أبناء المعمرين في ميدانهم. كان مثلا يعني هو تقريبا بدا في 47 48 ربما في اخر 48 بدا يدرب على الدراجات، وكان عندنا شبان مثلا يعني قلال جزائريين اللي يدربوا، وفيه يعني اجانب يعني استعماريين، اللي بحيث ما حمام بوحجر يعني كانت يعني مركز اساسي يعني للاستعمار، وطبعا مثلا يعني الا شبان قلال يعني اللي كانوا يعني يتبعوا كرة القدم ولا يتبعوا مثلا يعني العدو الريفي ولا مثلا يعني الدراجات. وقد فاز الشهيد في عدة منافسات جهوية ووطنية قبل أن يندمج ضمن فريق شمال إفريقيا ويشارك في دورة فرنسا لسنة 51/900. وهنا شارف على كل حال كان بالصحة نتاعه يعني بحيث اللي القامة نتاعه كانت تفوت يعني 183 ولا 84، وكان شاب مثلا يعني لاباس به يعني مريح، يعني كان عدات مثلا يعني مسابقات اداهم لبعض الابطال كما جان غارسيا الى اخره، مسابقات اخرى اللي كانت تندار هنا بالحضور نتاع الدراجين يعني الدوليين مثل روبيك لويزان بوبي الى اخره، بحيث اللي الكولون هنا كانت عندهم اموال كثيره وكل سنه يحتفلوا يعني بالدراجات كلو سيركوي ديبا اللي كانوا يديروه. مصطفى كان يشارك مع قبائلي مع زعاف ومع الابطال نتاع الناحيه والابطال الوطنيين، وطبعا مثلا مرارا بحيث اللي كان قبائلي زعيم قبائلي كان يبغيه بزاف كان يعاونه، مرات يعني شحال من مره مثلا يعني يدي لهم يعني الدورات يفوت مثلا يعني هنا امام الشعب يعني الاول. شريف مصطفى أفغول نضاله كمسبل، حيث كان مكلفا بنقل الرسائل والبرقيات وبعض الأسلحة الخفيفة من مدينة حمام بوحجر إلى المجاهدين، وهذا على متن دراجته. وعلى كل حال طبعا فتي الناظر نضال عمره ما انقطع، بحيث كان
مشارك يعني في حركة الانتخابات الحرية الديمقراطية، وأول اتصال يعني مع الثورة وهي الناحية نتاع الحجارية نتاعنا. هنا هنا وين كان مركز يعني النضال أعضاء مثلا يعني نتاع الكرية، اللجنة الثورية للاتحاد والعمل، وبحيث العائلة نتاع خو سي الأخضر وسي بن علي بوحجر وبعض مثلا المناضلين هما مباشرة يعني اتصال بالثورة كان متصل به بالضبط ربما بين 51 و52. يعني كنا مثلا يعني احنا باش نجبدوا الشبان يعني للنضال، قلت له مصطفى على كل حال ماذا بك ادخل يعني مباشرة في خالية يعني وتقبل مسؤولية باش تكون شبان اخرين يعني رياضيين يعني تدخلهم للحركة، واذا ما بغيتش يعني تدخل مع الخالية نتاع خوك سي الاخضر ادخل مع الخالية اخرى فانت نضال فيها جماعة فانت شبان كيما انت. قال لي سي الحاج قاسم بوحجر قال لي على كل حال انا راني مشارك في الاشتراك، وانما نقسم لك بالله الوقت اللي تنوض الثوره راني نمشي نموت. درت له جماعة الخير وتلاحق بالنواحي نتاع السراق، والنهار اللي تلاحق بالنواحي نتاع السراق قعد شهرين في الجبل وكروشو في النواحي تاع الاربعه. تسد مسكين في الفيرما تحت في الوطن. ايوا استشهد مسكين على قيس 8:07:30 تاع الصباح ولا تاع لا تاع الصباح. وكان وحده؟ لا كان هما زوج، كان معاه المضرومي الله يرحمه. ايوا استشهد. استشهد المجاهد الشريف أفغول المصطفى في يوم 18 سبتمبر 1956 على الساعة 4 صباحا بمزرعة الشيخ الأغواطي على بعد 9 كيلومتر من قرية عين الأربعة.